كانت الحفله امبارح للتاريخ بجد، انا كنت سعيد جدا. انا فضلت واقف طول الحفله، واقف بتفرج على الاداء اللي بيحصل، على العظمه اللي بتحصل، على كابتن خطيب وهو بيتكلم، كابتن خطيب وهو بيكرم والده محمد عبد الوهاب اللي انا شفتها الحقيقه وبوست دماغها بعد ما نزلت ووقفت معاها، قالت لي انا حاسه ان محمد معانا، انا حاسه ان محمد معانا. قلت لها هي دي الحقيقه، محمد ما بيفارقناش، ممكن الدنيا تبعدنا شويه وما نقدرش نكلمك كتير، ولكن في نفس الوقت محمد دايما في قلوبنا وهيفضل دايما في قلوبنا. حاجات كتيره جدا ولحظات كثيره جدا امبارح كانت بالنسبه لي مؤثره جدا جدا جدا، زي ما حضراتكم شايفين النجمه العشرة وتدشين النجمه العشرة، زي ما حضراتكم شايفين برضو شايفين المنظر او كيف يتم عمل حفلة لتدشين النجمة العشرة. كل اللاعبين متفقين على شكل يطلعوا بيه شكل واحد، كل اللاعيبة مبسوطة، كل اللاعبين فرحانين، كابتن محمود الخطيب، مستر بيتسو موسيماني، كابتن سيد عبد الحفيظ، كل اللاعبين عملة لأول مرة بتحصل أن يتم تقديم هذه العملة كعملة تذكارية طبعا، يتم تقديمها لمستر بيتسو و كابتن سيد وكابتن محمد الشناوي. الحقيقة كانت حاجة محترمة جدا 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 تليق باسم النادي الأهلي، مؤسسة كبيرة جدا داخل مؤسسة بلدنا، داخل مؤسسة مصر الحقيقة، اللي كلنا شايفين التطور الكبير اللي بيحصل في مصر كلها، والنادي الأهلي بيحاول أن يواكب هذا التطور الحقيقة على الأقل من الناحية الرياضية والناحية الاجتماعية والثقافية التي يشارك دائما فيها النادي الأهلي. اللي حضراتكم شايفينه ده هو محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، هو بيتكلم ما بيقولش أنا اللي عملت، ما بيبقى محمود الخطيب ما بيقولش أنا اللي عملت، ما بيقولش ان لا، بيقول ان الجمهور هو اللي عمل، اللعيبه دي هي اللي عملت وهي اللي تستحق ان تكون متواجده. ده البرج الايقوني الحقيقه اللي كل مصر كلمتني عليه امبارح، وكل مصر كانت مبسوطه بالشكل والفكره الرائعه اللي عملها هشام جمال الحقيقه، حاجه كانت رائعه جدا وحاجه كانت جميله جدا. 9 نجوم وتم تدشين النجمه العشرة بفيديو بسيط بيقول العشر بطولات اللي فاز بيهم النادي الأهلي فاز بيهم إزاي واللحظات الأخيرة في كل بطولة. الحقيقة فكرة عبقرية وفكرة رائعة تستحق كل التحية وكل التقدير ويستحقها النادي الأهلي. ده المنظر العام اللي حضراتكم شايفينه، ده المنظر العام اللي نقل لحضراتكم من على شاشة قناة النادي الأهلي، شاشة جمهور النادي الأهلي. الحقيقة زي ما قلت لحضراتكم قبل الحفلة ان احنا كان نفسنا ان احنا نلاقي 70-80 مليون اهلاوي موجودين في هذه الحفلة، وكابتن محمود نفسه ومجلس الإدارة بالكامل قالوا لي هذا الكلام، قالوا لي كان نفسنا نلاقي الناس كلها موجودة ونبقى مبسوطين ونبقى فرحانين، ولكن حفاظا على الناس، حفاظا على ان احنا عندنا جائحة كورونا، فلازم ناخد بالنا من الناس ونقول لهم يجب ان يتم الاحتراس وما يبقاش فيه تدافع كبير وامور كثيره جدا، ولكن احنا كمجلس اداره واحنا ك متواجدين في هذه الحفله كان نفسنا ان احنا نلاقي الحقيقه كل جمهور النادي الاهلي متواجد، كل جمهور النادي الاهلي متواجد، ولكن من خلال شاشه قناه النادي الاهلي من الساعه 7 قبل الحفل بساعه ونص تقريبا لغايه الساعه 12 واحدة بالليل تم نقل كل شيء يخص هذه الحفلة وكل الكواليس. نجومنا اللي كانوا موجودين في الملعب المختار التتش سواء أحمد سمير أو نهواند أيضا امبارح كان متواجد في الاستوديو هنا مع حضراتكم، 4 من النجوم الكبار التقال جدا سواء الأستاذ إبراهيم المنيسي أو كابتن هاني رمزي أو كابتن خالد العوضي أو كابتن أمير هشام، كلهم كانوا متواجدين لخدمة جمهور النادي الأهلي من خلال شاشته، شاشة قناة النادي الأهلي. قد إيه الواحد كان سعيد، قد إيه الواحد كان فخور، قد إيه الواحد كان فرحان بهذا الشكل والتنظيم الرائع والعالي والعالمي